واحد. هل انها مش في القاهرة؟ لا. مش في الجيزة؟ لا لا. هل فين لا المشكلة؟ لا. سؤال فين؟ بالعكس ده انا عايز اقول لك حاجة، ده حجم الانجازات اللي حصلت في مصر الاخيرة دي كانت خارج القاهرة اكتر منها جوه القاهرة. ما انا بتكلم، ما انا عارف. لا لا لا، شوفي هي الفكرة ايه، نتكلم بأمانة بقى. طبعا صاحب المنتج اللي انجز ده ما قدمش ما اسميه بريف، ما قدمش ملخص جيد للمسوق، لوسيلة الاعلام. وسيلة الاعلام حاجتين، بتستسهل وتستهبل. تمام. بتستسهل معنى ايه؟ انها بتاخد العنوان العريض لكن ما بتخشش في التفاصيل، ما بتشرحش الابعاد والمزايا من المعزة اللي بتعود على المواطن. عشان تشرح الابعاد والمزايا لازم يبقى عندها المعلومة. مثال لو هي عندها المعلومة، معلومة كاملة، يبقى انا اكد مع حضرتك انها بتستهبل. ما انا قلت لك في الاول، انما لو ما عندهاش المعلومة، ما انا قلت لك اهو، لازم المعلومة تطلع مدققة. أيوة. مكتملة المعالم ومدية مساحة أكبر قدر من التفاصيل عن المشروع. يعني مثال لو أنت تيجي تقولي مثلا أن أنت عملت شبكة طرق، أنا ما يهمنيش أنها 100 كيلو أو 150 كيلو. لا يا سيدتي، أنا يهمني ال 100 كيلو دول هيشغلوا كم مواطن. تمام. هيفتحوا شرايين كم مدينة. هيوفروا وقت على كم مواطن. هيوفروا طاقة قد إيه. تمام. وفوق كل ده بقى هيسمحوا ويجذبوا المستثمرين بدرجة قد ايه؟ لانه في مستثمر هيجيلك هو مش عارف فين المواد الخام من مكان لمكان. لا، هل في مستثمر هيقول لك اسفلت لك الطريق على حسابي؟ لا. فالبنية الاساسية واللي الرئيس والدولة الان مركزة فيها للأسف الشديد احنا بنعتبرها بلوكات صمتة. هي مش بلوكات صمتة، دي بلوكات ناطقة، لانها بتفرز لك على طول فرص تشغيل وفرص تمويل وفرص استثماريه. احنا بقى، انا امبارح اطلقت مصطلح كده، قلت احنا بلد ما بتفرقش بين الحفله والحمله. بمعنى احنا بنعمل حفله، عارفه ساعه ما الرئيس يفتتح الشريط. أيوه. او يفتتح المشروع، ليله كلنا نتكلم فيها. ايوه. طب تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم خلص الموضوع. بينما في العالم كل ما في حاجه اسمها حملات متواصله، فيها حاجه بيسموها كده، عارفه معلش اسمحيلي، بيسموها 3 C's. عارفه الكونتينيوتي، الاستمراريه طبعا، والكونسنتريشن، التركيز العميق، ثم الكونسيستنسي، انك انت ما ينفعش تقولي معلومه وعكسها، يعني لازم تكوني متسقه مع ذاتك. تمام. كويس. هذا الكلام مش مرعف كتير من القضاء. يعني اديك مثال، مصر طرحت استراتيجيه 2030. ايوه. تعرف صعبان عليا ايه يا دكتور سامي؟ اتفضلي. صعبان عليا انه في ناس بتعرف تبيع الهوى شزار. بمعنى حدي حضرتك مثلا، بمعنى انا اشوف اعلان على التلفزيون اقول الله المكان ده حلو قوي، انا عايز اخد فيه شقه لابني ورخيص ومناسب و الى اخره، او الاكله دي حلوه قوي، اروح الاقي صحراء لكن واشتري. واشتري من على الصحراء. لكن صورة. انت عندك مشروعات بالفعل قائمه ومشروعات اتعملت وفي مصلحه المواطن. من باب الصدق معاكي. نعم. من باب الصدق معاكي. طبعا. احنا لسه في مصر وبالذات الحكومات لا ترى ان التسويق استثمار، بتشوفه تكلفه. بتشوفه واجب. هو واجب عليا ان انا. لا، بتشوفه عبء. عبء مادي، مع انه انت تعرفي 4 أو 5 تكلفه اي منتج في تغليفه وتسويقه. تمام. طبعا تغليفه وتسويقه طبعا، ده اللي بيبيع. تغلفيه ازاي؟ ده اللي بيبيع. وانك تسوقيه ازاي وتحسسين ان من غيره حياتي ما بتستمرش وما بتستقرش. ما ينفعش وانا ماشيه كده اكتشف انه، او ما اكتشفش، الاقي مباني موجوده، شقق سكنيه، وحد بالصدفه يقول لي على فكره لا طبعا دول لسه جداد. لا ما ينفعش. مش هيحصل. لازم وانا ماشيه انا اسال اقول هي دي المشروعات الجديده، وابقى حريصه على ان انا اروح اشوفها. مثال النهارده جبل الجلاله. تمام. ما انا بتكلم في، انا متخيل في هذا المحور متخيل. عشان كده ليه الدوله والجهات اللي نفذت المشروع ده ليه ما اشوفش على الطريق وانا ماشي على بعد 100 كيلو جبل الجلاله، عارفه ازاي؟ على بعد 90 كيلو. أيوه. مشروع كبير يخدم مصر. باقي من الكيلوهات 30 كيلو. وترى بعينك جبل الايه؟ الجلاله. تمام. ليه لا؟ هو فيه بس مش بالصوره الجاذبه. مش بالصوره الجاذبه ومش بالكثافه المطلوبه. ومش بالكثافه. ومش بالاستمراريه ولا الديمومه اللي المفروض تكون موجوده. ذاكره الشعوب ضعيفه طبعا يا معزه. طبعا. محتاجه الزن بيقول احنا فسنا خصوصا انه جبل الجلاله ده في طريق الناس، وهي رايحه السخنه وهي رايحه الغردقه وهي رايحه يعني في الطريق كتير. موقع استراتيجي. اديني بقى احساس كده بالتسويق ان انا عايزه
اخش يمين واطلع اشوف اللي بيحصل ده ايه واتفرج وعارفه يمكن ده حصل في قناه السويس تمام. لكن برضه ما استمرش كتير. بعرف بتاع قناه السويس الجديد كان من ضمن الخطط المحطوطه يا منعزه ان احنا نجعلها مزار على مدار السنه. ايوه اما تفتح الجامعه وانا قلت هنا تبقى رحلات للمدارس والجامعات لانه في ناس كتيره حقيقي. انا واحد من الناس لما كنت هناك وشفت عمليات الحفر والتجريف انا الحقيقه كنت واقف مش قادر اصدق ان بلدنا تقدر تعمل ده في سنه. صحيح. طب لما الاطفال الصغيرين تاخديهم هناك يشوفوا ده ويشوفوا يا مدام عزه قبل وبعد. وبعد دي صور بتتحفر في ذاكره الجيل خصوصا مع الصغيرين خاصه الجيل ده. ايوه لانه بصراحه دعينا نعترف مخطوف مننا بقى فيه مخطوف مننا في الميديا الجديده. صحيح. الجيل ده بقى مخطوف من الانترنت ومن ضمن التسويق. ليه ما بسوقش على الميديا الجديده؟ اهو دي برضو انت عماله تدوسي على جروح كتيره لان احنا برضو صعبان عليا طبعا فكره انه حد بيعرف يبيع الهوا وحد عنده منتج حقيقي عنده كنوز منتج مزبوط. حقيقي مظبوط ومش عارف يسوقه صح. ليه؟ برضو هقول لك شغل الموظفين غير شغل المبدعين طبعا شغل الحكوميين غير شغل المفكرين. الحكومي مطلوب ينفذ أيوه. لكن قد لا يجيد التسويق مش شغلته خالص. انما رئيس الجمهوريه بره جنب ايده اليمين له مستشار تسويق على فكره له مستشار علاقات عامه في كتفه أيوه. ده بيشاور له يقول له خد بالك كرافتتك دلوقتي مش معدوله خد بالك منديلك مش طالع صح خد بالك انت عملت بايدك كده ايوه لا لا في على طول دي بيسموها عايزين نشوف من على موقعنا موقع صدى البلد نشوف الصور التفقديه النهارده للسيد الرئيس من على موقعنا لانه الصور الذهنيه دي يا مدام عزه ما بتتعملش بين يوم وليله ايوه بتاخد تراكميه ايوه تراكميه طبعا بفعل تراكم الاحداث والاقوال والافعال والتصرفات تتكون صورتك الذهنيه دي عايزه نفس طويل احنا ما عندناش النفس الطويل وعايزه ناس انا والله انا مش بقول الكلام ده عشان دكتور سامي ده جزء من شغله لكن انا بتكلم بشكل عام دايما عندنا البلد مليانه من المعزه مليانه خبراء حتى لا نفهم خطا لا يعني. طبعا مليانه خبراء بنتكلم الصح هيتعمل ازاي طبعا. مين يعمله بقى دي اختاروا اللي انتوا عايزينه بس هو فكره انه لازم يتعمل مش عايز انا قلت لك اربع تخماس تكلفه اي منتج تغليفه وتسويقه الشكل الخارجي أنا في مصطلح طلع قريب اسمه بيولوجي كلمة بيولوجي هي كلمة بقى حيوية قال لك لا بيولوجي دي معناها حضرتك ازاي لما انت بتخش محل طريقة تصميمه تعمل نوع من أنواع الإفرازات النفسية عندك تجد نفسك بتشتري الماركة دي مع إنها أغلى من الماركة دي 10 مرات أيوه ليه؟ هو عارف يحرك جواكي مشاعر معينة أنا في رأيي إنه المشاعر الوطنية والمشروعات الكبيرة دي لو اتسوقت صح يعني هسألك سؤالي هي مش مصر غنت في يوم الأيام كلها قلنا هنبني وده احنا بنينا السد العالي ولغاية دلوقتي لما بتسمعيها بتفتكري حفر قناة السويس أي. صح؟ هي مصر مش يوم غنت محلاك يا مصر وانت عالدفة يا سلام الله أي. ما هو الوتر العاطفي ده مهم جدا عند الشعوب طبعا إنما وبصراحة الفن في الستينيات خلينا نكون صراحة حرك وجدان الشعب المصري وخلاه يتحمل ما لا يتحمله احد خد بالك لان الفن كان بيلعب دور والفن على فكره احد ادوات التسويق طبعا طبعا والنعمه طبعا بس احنا برضو ما بنستخدموه صح مش اللي كان بيسافر تركيا كان من ضمن الجولات وهو بيسافر كده مفسحين وكان بيت مهند هم بقى مزار يا فندم وهم في المركب كده بيشاوروا لك على اي بيت ويقول لك بيت مهند وكله يبص الله هو مش عارف لا عايز اقول لك بقى مزار وبتذاكر مزار وبتذاكر هي دي شوف البلد دي حد قال لي معلومه قريب انا مش قادر اصدقها مصر دي فيها ما يقرب من 137 الف اثر لا يعرفهم احد كام يا فندم 137 الف اثر ومكان لا يعرفهم احد. ايه رايك بقى؟ سيبك من الاهرامات بالمنطق اللي احنا بنتكلم عليه ده صدق طبعا مش عايزه كلام أي. طبعا الناس كلها عارفه الهرم وابو الهول والقلعه وخلاص انسى الموضوع أي. بينما عندك مزارات واماكن يا مدام عزه انت تروحي باريس متحف صدقيني والله ما ببالغ في حجرين قال من سنه 1700 وكذا حجرين انما الديكور اللي محطوط حواليهم الخدمات الترفيهية والثقافية اللي حواليهم
بتجد الناس واقفه طابور من اول استوديو التحرك ده لغايه اول المدينه بالساعة ونص. حصل. وفي غير باريس ده فن التشويق. اللي هو فن التسويق يقعد يحكي لك على جزء كده، مش بتكلم على باريس، بتكلم على اي مكان تاني. ممكن ياخدك كده مشوار طويل قوي، يقعد يحكي لك على حيطه عليها رسومات. احنا مفرطين يا مدام عزه في كنوزنا. يقعد يحكي لك عليها ساعه وتبقى انت قاعد تقول يا سلام، ده انا عندي منها اتنين تلاته في الشارع بتاعي بس، مش عايزة او في منطقتي. مش عايزه كلام، مش عايزه كلام. ده مصر فيها مدارس قديمه. اقول لك ايه، الديكور اللي فيها الناس تقف تتفرج عليه كده وتتصور معاه. ايوه، احنا بصراحه مفرطين في كنوزنا يا مدام عزه. صحيح صحيح، بأمانة يعني. لكن ونرجع نعترض. ونرجع نعترض. طيب خليني ارحب بالكاتب الصحفي الاستاذ محمد امين مع التليفون.